البنج اللي كان قبل كده تمام على ايه بدات. لا لا مش 301، انا عاملها 103، وديت برضو يعني بنستخدم نفس الدلسي نمبر من الراوترين، يعني من راوتر واحد عشان يوصل لراوتر 2، من راوتر 2 عشان يوصل لراوتر واحد، نفس الدلسي نمبر 102 و103 من راوتر واحد لتلاتة. بمجرد طبعا ما ال IP connectivity اشتغلت، ال neighborship حصلت. المفروض دلوقتي ان راوتر 1 show IP route. لاحظ هنا ان انا شايف النتوركس اللي ورا راوتر 3، واعتقد ان انا ممكن اعمل عليها حتى تيستنج، يعني ممكن ping 192.168.3.3 successful. يعني كده راوتر 1 شايف النتوركس اللي ورا راوتر 3. تعالوا بقى نروح نكونفيجر راوتر 2 والفريم ريلاي انترفيس بتاعه. انترفيس سيريال 0/0 انكاب سليشن فريم داش ريلاي no frame dash relay inverse arp، ونعمل frame relay static map frame relay map IP ما بين IP 192.168.103.1 او الى 103.1، وهنستخدم دلسي نمبر 102، وديت هتبقى broadcast ونو شوت للانترفيس. المفروض دلوقتي ان اي جي ار بي بعد ما اللينك تقوم تبقى اب ويبقى في اي بي كونكتيفيتي، اي جي ار بي هيشتغل. والمفروض ان راوتر 2 هيعلن عن النتوركس ديت الى راوتر 1. بس السؤال بقى، هل راوتر 1 هياخد النتوركس ديت ويعلنها الى راوتر 3؟ وهل راوتر 3 لما يبعت لراوتر 1، راوتر 1 هياخد النتوركس اللي ورا راوتر 3 اللي هي النتوركس ديت ويبعت عنها ادفرتايزمنت من نفس الانترفيس اللي جه عليه الادفرتايزمنت اوت 2 او في اتجاه راوتر 2؟ هي دي الاسئله اللي احنا محتاجين نتاكد منها. فتعالوا نشوف اي جي ار بي اخباره ايه. شو اي بي اي اي جي ار بي نيبر لسه ما شافوش بعض راوتر 1 و 2، اديهم شوية وقت عن طريق ان احنا نعمل ping 192.168.103.1. بالمناسبة انا كنت بقول لو الواحد استخدم دلسي نمبر غلط، المفروض ان هو لما بيجي بيستعرض الماب، الماب ديت بتقول له deleted، بمعنى ان الفريم ريلي سويتش مش فاهم الدلسي نمبر اللي انت بتستخدمها دي، او ما يعرفهاش بسبب ان انت فعلا كتبتها غلط، او بسبب ان هي كانت موجوده قبل كده واتمسحت. اعتقد اني اوكي، انا ما اديتش اي بي ادرس على الانترفيس ده، فادي له اي بي ادرس 192.168.103.2/24، عشان كده ما كانش عارف يبعت بينج. ودلوقتي بمجرد ما اديته اي بي ادرس النيبر شيب حصلت. فدلوقتي لو حاولت اعمل بينج على راوتر 1 هلاحظ ان البينج سكسسفول، والمفروض ان انا لو قلت له وريني النيبرز بتوعك يقول لي ان انا شايف راوتر 1 نيبر، والمفروض ان انا استقبل معلومات من راوتر 1. بس ايه المعلومات دي؟ تعالوا نشوف شو اي بي راوتر. هنلاحظ ان انا شايف من راوتر 1 نتورك اسمها 192.168.1 ونتورك اسمها 172.16.1، اللي هما الاثنين نتوركس اللي ورا راوتر 1. طب فين النتوركس اللي ورا راوتر 3؟ طب احنا لو رحنا راوتر 1 هيبقى شايف ايه بقى؟ راوتر 1 شايف النتوركس اللي ورا راوتر 2 172.16.2 و192.168.2، ودول عن طريق راوتر 2، وشايف النتوركس كمان اللي ورا راوتر 3. طب ليه ما قالش من دال ده ومن دال ده؟ يعني ليه الابديتس اللي جات له على الانترفيس ده ما بعتهاش تاني على نفس الانترفيس؟ لان هي ديت قاعده سبليت هورايزون، وسبليت هورايزون بيبقى انيبلد باي ديفولت على الفريم ريلاي انترفيسز مع اي جي ار بي. عايزين نقفله، بنروح على الانترفيس ده. يبقى لو عايزين دلوقتي راوتر 1 يقول لراوتر 2 و 3 على النتوركس اللي ورا الراوترز التانية، يعني ياخد ابديتس من راوتر 2 هنا
يبعتها الى راوتر 3. هنقفل split horizontal interface عن طريق ان احنا نروح على interface serial 0/0 ونقول no IP split horizon بالنسبة ل EIGRP1 كده. دلوقتي لو انا رحت على router 2 واستعرضت الراوتنج تيبل بتاعي هلاحظ ان انا في معلومات جديدة اتضافت لان انا عرفت دلوقتي النتورك اللي ورا router 3 هما الاثنين actually network اللي ورا الاثنين networks اللي ورا router 3. فانا دلوقتي ممكن اعمل عليهم حتى testing. بس انا هعمل testing اكن في user هنا من اللان ديت بيكلم user في اللان ديت. فازاي بقى اعمله ده؟ هقول له انا عايز اعمل ping ال 192.168.3.3 من source 192.168.2.2 successful. يعني كان هنا في يوزر اسمه 2.2 بيكلم يوزر تاني اسمه 3.3 تمام. ف ليه بقى؟ لان انا لو عملت ping من الراوتر ده الراوتر دوت بيتعامل مع النتوركس اللي هنا على اساس ان هي out serial 0/0. فلما يجي يبعت packets هيبعت الباكيتس ديت من source IP اللي هو الاي بي ادرس بتاع serial 0/0. ده الديفولت behavior بتاع الراوتر. لما يجي يبعت packet هو ذات نفسه اللي عامله, الراوتر ذات نفسه اللي عامله, بيحط source IP address هو نفس الاي بي ادرس اللي بيخرج منه الباكيت. ففي الحالة ديت الباكيت هيوصل لراوتر 3 جاي من 192.168.103.2. المشكلة بقى ان الانترفيس او الاي بي ادرس دوت راوتر 3 ما يقدرش يوصل له لان ما عندوش ماب ليه. فعشان كده انا استخدمت اي بي ادرس ورا راوتر 2. لو انا عايز راوتر 2 راوتر 3 يعملوا بينج على بعض او يعرفوا يوصلوا للاي بي ادرس على بعض, انا محتاج احط ستاتيك مابس عشان يشاوروا لبعض. ازاي ممكن اعملها؟ ده شوية كلام عن فريم ريلاي, بس يعني لو وريتكم هنا فريم مابس هنلاحظ ان انا ما عنديش غير ماب واحدة بس على راوتر 2 بتشاور على 103.1, ما عنديش ماب بتودي الى 103.3. فهضيفها على الانترفيس serial 0/0 frame dash relay map IP الاي بي ادرس 192.168.103.3. دلسي نمبر هي نفس الدلسي نمبر اللي انا بستخدمها عشان اوصل لغايه راوتر 2. ده بالنسبه لراوتر 2. بالنسبه لراوتر 3 لازم احط عليه برضو فريم ريلاي ماب ثانيه سيريال 0/0. هقول له ان انا عايزك تعرف انك لما تحب توصل توصل حاجه الى 192.168.103.2 ابعتها على دلسي نمبر 103. دلوقتي ممكن اعمل بينج من 192.168.103.3 الى 103.2 successful. ولو استعرضت المابس show frame frame relay map هلاحظ ان انا عندي اتنين مابس, دي الماب الاولى وديت الماب التانية اللي بتودي على router 2 تمام. برضو انا ممكن يكون عندي وان لينك بطيئة. فلو عندي وان لينك بطيئة انا ممكن اخلي EIGRP يستهلك, او يعني لما يجي يبعت رسائل يبعت رسائل بحد اقصى نسبة معينة من اللينك دي. هو باي ديفولت EIGRP ممكن يبعت لغاية 50% من الباندويث بتاع اللينك, لكن انا ممكن اقلل الموضوع ده خليهم 20% بس او اكتر او اقل, على اساس بقى اللينك ديت مثلا لو لينك بطيئة قوي و EIGRP استهلك منها مثلا نسبة كبيرة مثلا وهي بطيئة جدا, فده هيأدي ان EIGRP هيبعت ترافيك يعني وياخد من ال يعني يأثر على الترافيك العادي اللي بيمشي على النتورك. وبالمناسبة في نقطة انا مش عارف في ناس كتير يمكن ما بتاخدش بالها منها, ان انا لو عندي راوترز هنا الراوترز دي بتكلم بعض EIGRP. ايه فايدة EIGRP؟ فايدة EIGRP انه هنا في نتورك ورا راوتر 2
ونتورك وراوتر 1، راوتر 1 وراوتر 2 عايزين يقولوا لبعض عن النتوركس اللي وراه. يعني ايه اي جي ار بي مسجز؟ دي بتكون عبارة عن ابديتس مثلا او هالو مسجز بتتبعت ابديت فيه معلومات، يعني مكتوب جوه الرسالة ان بص هنا في نتورك اسمها اكس، النتورك ديت عشان توصلها توصلها بمتريك كذا مثلا. فدي الرسائل بتاعت اي جي ار بي. لكن لما بيكون عندنا هنا بي سي في اللان ديت وبي سي تاني في اللان ديت، والبي سيز دول بيبعتوا لبعض اي كوميونيكيشن ترافيك، وليكن مثلا ده هنا اتش تي تي بي سيرفر مثلا، تمام، وده هنا اتش تي تي بي كلاينت، ده سيرفر وده كلاينت. فده عايز يتصفح الكلاينت، عايز يتصفح صفحه على السيرفر، الصفحه متخزنه هنا على السيرفر. مش معنى ان انا مستخدم في النتورك ديت اي جي ار بي يبقى الباكتس اللي بتخرج من الكلاينت هنا بتروح لغايه السيرفر، او الباكتس اللي بتخرج من السيرفر ردا على الريكوست بتاع الكلاينت، الباكتس دي تتحط جوه اي جي ار بي مسجز؟ لا طبعا، الباكتس ديت بتتحط جوه اي بي باكتس، ما بتتحطش جوه اي جي ار بي باكتس. اي جي ار بي بيستخدم فقط علشان الراوترز تبعت لبعض مسجز عشان يقولوا لبعض عن النتوركس اللي وراهم، وعشان نملى بالمعلومات ديت الراوتنج تيبل. فالراوتنج بروتوكولز بنملى بيها الراوتنج تيبل بس. فانا بتكلم هنا عن استهلاكنا ل 20% او 50% من الباندوث بتاع اللينك الاي جي ار بي، اقصد بيها المسجز بتاعت اي جي ار بي اللي هي الهلوز والابديتس والكويريز والريبلايز، ما اقصدش بيها الترافيك اللي بيمشي ما بين النتوركس على سبيل المثال اف تي بي ترافيك او اتش تي تي بي او فويس ترافيك او فيديو ترافيك ماشي على النتورك. فلازم نفرق ما بين المسجز بتاعت الراوتنج بروتوكول اللي هي شغلها كله ان هي تملى الراوتنج تيبل، وما بين الاي بي باكتس اللي